أرباح البنك الأهلي التجاري تفوق التوقعات في ربعها الثالث. ومئتا مطار أوروبي تواجه خطر التعثر المالي بعد جائحة كوفيد. مشاهدينا أهلا بكم في آخر نشرة مفصلة من الأسواق العربية، نبدأها من السعودية. وآخر إعلان الشركات المدرجة بعد إغلاق السوق عن نتائج أعمالها، البنك الأهلي التجاري أعلن عن أرقامه. هنا نتحدث عن ارتفاع ب 24% بالربع الثالث من العام مقارنة بالربع المماثل من العام الحالي، لتسجل 3 مليارات ريال. فقط الأرباح متوسط التوقعات والبالغة 2 مليار و200 مليون ريال. حقق البنك إيرادات قدرها 5 مليارات و600 مليون بالربع الثالث، لتفوق أيضا التوقعات البالغة 4 مليارات و950 مليون ريال. أرجع البنك نمو الأرباح إلى ارتفاع دخل العملات الخاصة والاستثمارات ورسوم الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى انخفاض مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان. إذن سوف نراقب أسهم الأهلي يوم غد بعد هذه الأرقام. أهلي التجاري اليوم يضيف 1%، بينما إغلاقات رأيناها إيجابية بعض الشيء على مؤشر سوق الأسهم السعودية. الخلافات التجارية لا سيما تلك بين الولايات المتحدة والصين أو بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيطرت خلال السنوات الأخيرة على عناوين الأخبار. من هنا تأتي أهمية فريق عمل التجارة والاستثمار ضمن مجموعة الأعمال السعودية التابعة لمجموعة العشرين، والذي يعمل على إيجاد حلول تخفف من هذه التوترات وتعزز التعاون الدولي. يهدف فريق عمل التجارة والاستثمار لإيجاد طرق لتخفيف تداعيات التوترات التجارية العالمية وتقلب الأسواق من خلال العمل على تعزيز التعاون الدولي، وهو يضم 131 عضوا تمثل النساء 29% منهم. وترأس فريق عمل التجارة والاستثمار لبنى العليان رئيسة اللجنة التنفيذية لشركة العليان المالية. أما نائب الرئيس فهو زياد الشيحة الرئيس السابق والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، ويضم الفريق أيضا 7 رؤساء مشاركين. وقد أوصى فريق عمل التجارة والاستثمار مجموعة العشرين بتعزيز النظام التجاري والاستثماري متعدد الأطراف، مع التعهد بوقف الحماية الجمركية والتراجع عنها ودعم الأسواق المفتوحة لضمان تكافؤ الفرص على الصعيد العالمي. كما دعا مجموعة العشرين إلى تعزيز نمو التجارة الإلكترونية من خلال السعي لإبرام اتفاقية شاملة ومتوازنة مع منظمة التجارة العالمية تهتم باحتياجات المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والاقتصادات النامية. وأشار فريق عمل التجارة والاستثمار إلى أنه يتعين على مجموعة العشرين تعزيز التجارة في الخدمات وتسهيل تمويل التجارة وحلول التأمين من خلال دعم مفاوضات الخدمات الجارية داخل منظمة التجارة العالمية، هذا إضافة إلى دعم صادرات الخدمات في القطاعات المتعلقة بالسفر. ويتعين على مجموعة العشرين أيضا تعزيز الاتساق بين نظام التجارة والاستثمار متعدد الأطراف والمنظمات الدولية المعنية الأخرى، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ وضمان الانتقال السلس إلى التنمية الاقتصادية المستدامة والمتنوعة.
وتواصل مجموعة الأعمال السعودية أعمال قمتها الافتراضية لليوم الثاني بمشاركة شخصيات من مختلف مجالات الأعمال والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية من أجل مناقشة الطريق نحو مستقبل أكثر شمولية واستدامة ومرونة فيما تستمر الدول في مواجهة آثار جائحة كوفيد. سيناقش المشاركون على مدار يومين خطوات التعافي في مرحلة ما بعد الجائحة في العام 2021، ومن بين المشاركين الرئيس التنفيذي لماستركارد، رئيس مجلس إدارة HSBC، وأيضا مدير صندوق النقد الدولي. على كل، للمزيد حول ما يجري من اجتماعات وأهم المواضيع التي تم الخوض فيها في ثاني يوم لقمة مجموعة الأعمال تحت مظلة مجموعة العشرين، ينضم إلي مجددا من الرياض حسين بن مسعد مراسل عربية. حسين، مساء الخير. لربما أمامنا دقائق لإغلاق ثاني يوم لهذا المؤتمر، وبالتالي عندك لربما صورة لما هي أبرز التوصيات اللي بنطلع منها في هذه التغطية. قبل التوصيات فاطمة، دعيني أشير، بما أننا سنتحدث عن التحول الرقمي مع ضيفنا الكريم، حسب الإحصائيات وحسب الأرقام لمنصة البي 20 بلغت عدد المشاهدات 1,200,000 مشاهدة كمعدل مشاهدات على مدى اليومين، وعدد المشاركات التي تمت المشاركة فيها من الجمهور عن بعد أو افتراضيا قرابة أكثر من 7,000 مشاركة. طبعا التوصيات دارت حول معالجة القضايا الحرجة التي تواجه الدول العشرين، وأيضا رفع المعايير التي تحدث تغييرا حقيقيا لدى السواق النامية والمتقدمة. أيضا من الأشياء التي ناقشها المجتمعون أو الخبراء في مجموعة الأعمال السعودية على مدى يومين أيضا مسار التعافي من كورونا، حيث ركزت على تعزيز المرونة والحفاظ على رأس المال البشري بعد البطالة التي تعرضت لها بعض الدول أو الاقتصاديات، تجنب زعزعة الاستقرار المالي وتنشيط سلاسل القيمة العالمية، وتحفيز القطاعات الخصبة والمنتجة مثل قطاع السياحة الذي تعرض هو الآخر لبعض الأضرار مع دخول جائحة كورونا، واعتماد الرقمنة بمسؤولية آمنة. طبعا من التحديات العالمية التي تولتها مجموعة الأعمال السعودية وحاولت الخروج بتوصيات لرفع مستواها وسد الخلل في بعضها، نستضيف معنا مدير أو قائد قطاع التحول الرقمي المهندس ناصر الناصر. سعادة المهندس، أنت قادم من قطاع الخاص من شركة HSBC، ولا شك أن هناك فائدة أو استفادة أو بحث لنقل خبراتك للتأثير في مجموعة الأعمال السعودية خصوصا في التحول الرقمي. أبرز التوصيات التي ناقشتموها منذ استلام الملف في ديسمبر 2019 الماضي. شكرا أخوي حسين، ويعطيك العافية، وشكرا لقناة العربية، شكرا للسادة والسيدات المشاهدين. الحقيقة يعني كانت خلية نحل السنة اللي فاتت في الأعمال. الحمد لله يعني كان في مشاركة عالمية عندنا، كان إضافة إلى الفريق اللي أكثر من 100 ممثل وممثلة في العمل. عندنا 5 كوتشيرز ممثلين لكبار شركات عالمية، من ضمنها سيمنز، من ضمنها سيسكو، مايكروسوفت، دي اتش جيت، الجي اس ام اي، الهيد دايركتور حق الجي اس ام اي، رئيس إريكسون. يعني الحمد لله كان فيه قيادات كبيرة جدا ممثلة. طلعنا الحمد لله بتوصيات أعتقد أنها الحمد لله بتكون جيدة وبتكون مؤثرة. التوصيات هذه ركزت على المناطق الرئيسية اللي يحتاجها التحول الرقمي. التحول الرقمي اليوم ليس موضوع رفاهية، هو مسألة وجودية، سواء على مستوى الدول أو على مستوى القطاع الخاص، هو مسألة مهمة جدا ويتحتم عليها المستقبل المؤسسات والدول. التركيز كان أو التوصيات الرئيسية الاستثمار في البنية التحتية. أثبت طبعا، وسبحان الله، يعني يمكن أزمة كورونا جت as a stress test على ما يقولون، يعني مكمل للتوصيات وأكسلريتور مسرع لموضوع التوصيات، الاستثمار بالبنية التحتية. وإحنا شفنا عالميا الدول اللي استثمرت في البنية التحتية مقارنة بالدول اللي غير استثمرت، سواء من ناحية الهيلث، الصحة، سواء من ناحية التجارة الإلكترونية، سواء من ناحية التعليم. والله الحمد اليوم إحنا في المملكة العربية السعودية نفخر صراحة بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين. إحنا كنا قبل 3 سنوات سرعات الإنترنت 105 على مستوى العالم، اليوم الخامس. أكثر من 2,000,000 بيت
ربطوا بالألياف البصرية، النسبة كانت 23% ربط البيوت بالألياف البصرية، اليوم أكثر من 60%. فيها الحمد لله دعم على مستوى الأنظمة. هذا ما عزز نجاح السعودية في بالضبط تحقيق يعني إنجازات على مدار الأيام والأشهر الماضية. بالضبط. إذا ما دور الحكومات في التحول الرقمي، ماذا خرجتم بدور الحكومة والتعاون مع القطاع الخاص أيضا في دعم التحول الرقمي؟ طبعا دور الحكومات أساسي، لكن يمكن قبل أكمل التوصيات. البنية الرقمية الأساسية، تعزيز الأمن المعلومات والاستثمار في مجالات أمن المعلومات، تطوير الذكاء الاصطناعي سواء كاستخدامات أو تطوير، وما يتبعه من موضوع البيانات وحفظ البيانات وتبادل البيانات مع حفظ سرية البيانات والأشخاص واحترام خصوصية الأشخاص، المدن الذكية وكيف الاستثمار فيها، كيف معاييرها، هذه واحدة من التوصيات. التوصية الأخيرة بناء القدرات، وإحنا اليوم يمكن شفنا الكلام كبير على بناء القدرات الرقمية. يتوقع بين 40-50% من الوظائف الجديدة خلال 5 سنوات الجاية تحتاج مهارات جديدة نهائيا، لذلك هذه جزء كبير جدا. احنا شفنا الحمد لله المملكة السعودية اخذت من الوف اللي هو المنتدى الاقتصادي العالمي الترتيب 13 في بناء المهارات الرقمية، وهذا شيء نفتخر فيه. بالنسبة لسؤالك على موضوع الحكومات، الحكومات دورها اساسي في التمكين، وضع الأنظمة، الدعم، وضع دعم الحاضنات، دعم الشركات، مواضيع التاكسيشن، يعني إيكو سيستم متكامل. وإن شاء الله الحمد لله يعني اللي شفنا هنا قصة نجاح، وإن شاء الله نشوفها في دول 20 وفي العالم أجمع إن شاء الله. مهندس ناصر الناصر، رئيس قطاع التحول الرقمي في مجموعة الأعمال السعودية، شكرا لك. طبعا لا ننسى أن نذكر بأن رئيس مجموعة الأعمال السعودية يوسف البنيان، نعم، شكر الحضور وشكر المشاركين عبر كلمة ختامية بعد تحقيق يعني الأهداف المطلوبة. وطبعا البي 20 نعرف أنها تأخذ أهميتها، نعم، كونها هي أكبر مجموعة لها علاقة بالاقتصاد في قمة العشرين. في انتظار التغطية للشهر القادم لفعالية مجموعة العشرين برئاسة السعودية، حسين بن مسعد من الرياض، شكرا جزيلا لك. وقالت وزارة المالية السعودية أن إجمالي العقود والتعميدات التي تم تسجيلها عبر منصة اعتماد الرقمية بلغ 96 ألف عقد بنهاية سبتمبر الماضي، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 142 مليار ريال. ذكرت الوزارة أن عدد مستخدمي المنصة بلغ 129 ألف مستخدم بنهاية سبتمبر، 66% منهم من القطاع الخاص والنسبة الباقية من القطاع الحكومي. إذن نأخذ فاصل قصير ونتابع بعده تفاصيل الأسواق العربية، ابقوا معنا. مشاهدينا أهلا بكم مجددا، نلقي نظرة سريعة على أداء العملات في هذه اللحظات. نرى الدولار يعود يتراجع، يخسر حوالي 0.2%، بينما هذا يترجم كارتفاعات على باقي العملات. الاسترليني نراه متماسك عند 1.30، بعض التحليلات تقول أنه حتى لو لم نسمع باتفاق ما بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، هذا لن يؤثر على الاسترليني خلال الفترة القادمة. لما لا أسأل ضيفي الذي ينضم إلي مباشرة من لندن، المدير التنفيذي لشركة إنتر ماركت ستراتيجي أشرف العايدي. أشرف أهلا بك، هل توافق أن الاسترليني متماسك لن يتأثر بأي سيناريو بما يخص البريكزيت؟ أهلا، مساء الخير فاطمة زهرة. نعم، لا طبعا ستأثر إذا الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يصلون إلى نفس المستوى أو الحد الذي وصل إليه الحزب الديمقراطي الأمريكي والبيت الأبيض، وهو عدم الاتفاق عن حوزة لحزمة الإنقاذ للاقتصاد الأمريكي، وأعتقد أنه لن يحدث ذلك. قالوا أنه راح يأخذوا مهلة، ولكن فاطمة، the real deadline، التاريخ الحقيقي لانتظار وصول اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، هو منتصف الشهر القادم أي mid November. أنا فكرت كنت راح تسأليني عن ليش بيتكوين كتير مرتفع، كنت عارف، كنت فكر راح تسأليني ليش
البولز A real clear politics. لا أنا حسألك الآن أشرف من تتوقع أن يفوز في الانتخابات الأمريكية جو بايدن ولا دونالد ترامب؟ من تتوقع أن يفوز؟ وماذا يعني ذلك للكرنسي ماركس؟ ترامب مرتفعة جدا لا أعرف لماذا أو كيف لكن مرتفعة جدا فهذا سؤال لازم نشوفه اليوم هذا صارت ما هو السيناريو الأسوأ للدولار أشرف؟ فاطمة شوفي الدولار الأسوأ السيناريو الأسوأ هو إذا يفوز دونالد ترامب أوكي؟ يمكن الناس بيقولوا أنه دونالد ترامب يمثل الحزب الجمهوري الذي يريده الذي يشجع الأسواق المالية لا 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 خلاص الكلام هذا الأسواق عم تستعد لليقين وليس لعدم اليقين واليقين هو فوز الديمقراطيين يعني فوز البيت الأبيض بالرئيس الديمقراطي بايدن بالحزب الديمقراطي يحافظ على مجلس النواب House of Representatives وإذا فاز واستعاد واسترجع مجلس الشيوخ اللي هو ذا السنت فهذا يسمى بموجة زرقاء موجة زرقاء بلو ويف وهذا سيكون يعني كتير قوي يكون نوعا ما ضعيف ذري ضعيف للدولار الدولار سيفوز أو سيستفيد إذا يكون في هناك تحسن في الاحتمالات لترامب الذي سيؤدي إلى هبوط الأسواق ويمكن تقولي أنه لكن الجمهوريين يعني لا إذا منشوف التاريخ الأسواق البورصة عملت أحسن تفوقت أحسن خلال الرؤساء الديمقراطيين سواء كانوا مع أوباما أو مع بيل كلينتون ولكن كانوا أسوأ مع بوش الثاني طيب الآن أسألك عن لماذا البيتكوين مرتفع أتذكر يعني ما بقدر أتكلم عن بيتكوين بدون ما أتذكر المقابلة أنا وياك في 2017 لما كنت عندكم بالستوديو وكنا نناقش أعتقد أنه الآن الأموال الذكية بدأت تعم بيتكوين من حوالي أسبوعين سمعنا أنه شركة باي بال أكبر شركة للدفع بدأت قالت أنها ستقبل من العام الجاي ستقبل استعمال الكريبتو كرنسيز والبيتكوين هذا إشي لكن أهم إشي فاطمة زهرة وإحنا عم نشوف إيش بيصير أعتقد إن الهيكليات التي تدور حول صناديق النقد صناديق التقاعد الهيكليات الآن في هذا الوقت نتكلم عليه عم تفتح إطار ليس فقط البورصة الإكويتيز الأسهم ليس فقط السندات ليس فقط الكوموديتيز أو السلع ولكن سوق آخر أسيت كلاس ثانية وهي بيتكوين وعم نسمع بشركات كبيرة مثل فيداليتي اللي عم تدخل بالكاستوديان وهو التمسك بالأموال بالبيتكوين فنعتقد أنه الأشياء هذه ستتسرع ولازم نشوف 17,000 على الأقل ولا 19,000 على الأقل أشرف العيدي المدير التنفيذي لإنتر ماركت ستراتيجي شكرا جزيلا لك حذر مجلس المطارات الدولي الأوروبي ACI Europe أن 200 مطار أوروبي مهدد بالإفلاس بسبب أزمة جائحة كوفيد وبحسب بيانات وكالة
CAPA لأبحاث قطاع الطيران، فقد تراجعت حركة الطيران الأوروبية ب 25% خلال الموسم الشتوي الحالي، كما توقعت الوكالة إفلاس العديد من شركات الطيران بنهاية هذا الشتاء. الأسواق الأوروبية اليوم تداولت عند أدنى مستوى لها منذ شهر تقريبا. الفوتسي كما نراه يتراجع بحدود 1%. المزيد من المدن تدخل في تحت أو تقترب من التير 3، يعني تقييد حركة المواطنين، وذلك للحد من ارتفاع الإصابات بشكل سريع. أن أرقام HSBC دعمت بعض الشيء بعد إعلان أرقام أحسن من التوقعات، السهم ارتفع. BP أيضا كانت عليها حركة إيجابية. كان في ضغط من قبل شركات المعادن بعد داونغريد سمعناها من قبل وكالة التصنيف، وأيضا كان في ضغط من شركات السفر بشكل رئيسي. إذن لكن تبقى الصورة عدم الوضوح بما يخص الحزمة أمريكا، وأيضا الانتخابات، وأيضا ارتفاع عدد الإصابات، هو اللي بيضغط على المستثمرين. هذه جلسة وول ستريت بعد أسوأ جلسة رأيناها يوم أمس منذ شهر. الداو يبدأ الجلسة على ارتفاع، على تراجع بحدود 0.5%. مشاهدينا بهذا نصل إلى نهاية الأسواق العربية، شكرا جزيلا للمتابعة وإلى اللقاء.